الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، ما زالت الأشواط متواصلة وانطلق في هذه اللحظات الشوط السادس عشر. هذا الشوط خاص بفئة المفاريد القعدان، ومقدمة الشوط الأسد العلي بن سعيد بن حلفان المري، على مقدمة الشوط يليه الخطير صالح بن حنظلة المري، ولكن التسلل والاقتحام على المركز الثاني من شاهين لعلي بن حمد بن هزاع بوشريدة اللي غير وانتزع المركز الثاني، المركز الثالث لشعار راشد بن طالب بن فهد بن شريم المري اللي يتسلل بهذه اللحظات، او فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم بقيادة محمد بن عبد الله بن شريم، ولمسات بعبد الله الخطيرة. يا سلام على المركز الثاني. ننتقل الى المركز الرابع والتسلل الشبابي لعبد الله بن دايل بن سيف النعيمي، المركز الخامس اللي يتقدم في هذه اللحظات يا سلام عفتان السعيد بن فهد المريخي على المركز الخامس، ولكن اعود الى شعار بن شريم وشعار بن حلفان. يا سلام، عمالقة التضمير يلتقون في هذا الشوط، بن شريم ولا بن حلفان؟ شوفوا 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 شوفوا، يا سلام، الله 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 الله، ولكن بن شريم يتقدم، شعار بن شريم شاهي لفهد بن عبد الله بن شريم يتقدم في هذه اللحظات، والسلامات يبغيها للرياض، يبغيها للرياض. الله، وصلكم قعود خطير، وصل هنا الخطير ناصر بن علي العوض المري على المركز الثالث، ولكن يا سلام، شاهين شاهين والأسد، ولكن شاهين شاهين شاهين، يا سلام يا سلام، تهانينا لمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم على الهواء مباشرة، وإلى أيضا لهم بن طالب، وإلى الخطير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن شريف، وكفيت ووفيت يا ابو عبد الله. يا سلام يا سلام، وداع خطير لهذا المضمر الخطير، وداعيه يا ابو عبد الله، ويا سلام، تهانينا لهل الريان، تهانينا لهل الريان، وايضا لبن شريم على هذا الفوز الخطير. المركز الثاني هنا الاسد لعلي بن سعيد بن حلفان، المركز الثالث، المركز الثالث اللي احتل المركز الثالث لفان العلي بن ناصر بن صالح الفضالة، المركز الرابع الباز لمحمد بن هادي بن حمد البريدي، ومن احتل خامس المراكز، المركز الخامس مياس المنصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس لمالك شاهين فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم، وحضور قوي من فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم في هذا اليوم، وهذا الشعار حقيقة يعني أحدث ضجة نقدر نقول في بعض الأشواط من خلال الفوز بالمراكز الأولى. حقيقة شهدنا منافسة قوية ما بين شعار بن حلفان وما بين شعار بن شريم، ولكن يتألق في هذا الشوط هذا الشعار، شعار فهد بن عبد الله بن شريم. التوقيت الزمني لشاهين دقيقتين عشر ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم، وتهانينا أيضا لمحمد بن عبد الله بن طالب بن شريم على هذا الفوز بهذا اليوم. المركز الثاني هذا هو شاهين اللي نقل السلامات للريان. المركز الثاني العلي بن سعيد بن حلفان، وتوقيت دقيقتين 11 ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز الأسد لبن حلفان. المركز الثالث المركز الثالث هملول دقيقتين 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.